افتتحت لجنة خدمات مخيم الوحدات بيت عزاء لشهداء العملية الإرهابية في الكرك التي نفذتها زمرة إرهابية باغية استهدفت مدينة الكرك الأبية. وأكدت الفعاليات الشعبية أن هذه الزمرة الطاغية لن تنال من عزيمة الأردنيين، فالشعب الأردني شعب واحد متماسك يلتف حول قيادته الحكيمة ومؤسساته الأمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني احنا اليوم في مخيم الوحدات، هذا المخيم اللي هو جزء من المملكة الأردنية الهاشمية، وهم اليوم حبوا انه يعربوا عن تضامنهم واستنكارهم وشجبهم للعمليات الإجرامية اللي قامت فيها العصابات المجرمة داعش، وحبوا انه يوصلوا رسالة واضحة بانه احنا في الأردن كلنا أهل، كلنا عائلة واحدة، العزاء واحد والمصاب واحد. فاحنا بالتالي يعني حبوا اليوم في هذا المخيم انه يتوافد الاهالي لتقديم واجب العزاء، وان كان بنسميه عزاء ولا هو حقيقه هو عرس للشهداء، شهدائنا اللي ارتقوا الى الرفيق الاعلى والى عليين ان شاء الله، فداء للوطن وحمايه لامنه واستقراره. احنا بنقول دائما رسالتنا واضحه، احنا مع الاسلام، مع الدين الوسط الاسلامي والقيم السامحه، نرفض الارهاب بكافه اشكاله بكافه صوره. هؤلاء العصابات هي اختارت المكان الخطا، اختارت الزمان الخطا، الاردن لن يكون مكان او ساحه للارهابيين. باسم كافه مؤسسات المجتمعات المحليه في مخيم الوحدات نشجب ونستنكر هذا العمل الارهابي على مؤسساتنا الحكوميه، وباسمهم جميعا بناكد الولاء والانتماء حول الرايه الهاشميه، وان شاء الله نكون صفقه كالبنيان المرصوص صفا واحدا بإذن الله تعالى ضد أي إرهاب يواجه أمن واستقرار هذا البلد. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حدث هو حدث أليم، ونحن نعلم أن هذا الوطن هو جسد واحد، فقد تآلف الشمال مع الجنوب مع الشرق مع الغرب مع مدنه ومخيماته وقراه، تآلف لوحدة هذا الوطن لأنه جسد واحد في أرض الرباط بظل الهاشميين. اللهم احفظ هذا الوطن واحفظ قائده. أقامت لجنة مركز مخيم الوحدات عرس وطني ويوم الشهداء كما باقي محافظات المملكة، والشكر الجزيل للأمن العام وقوات الأمن وقوات الدرك وجلالة الملك المعظم في هذا اليوم الوطني. نقف اليوم في لجنة تحسين مخيم الوحدات وفي مخيم الوحدات مستنكرين هذا العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مدينة الكرك الشماء، مدينة الكرك هذه القلعة العظيمة التي تمثل لنا التاريخ الأمجاد. ونحن نقف اليوم هنا لنؤكد وحدتنا والتفافنا حول القيادة الهاشمية، ونؤكد ولائنا وانتمائنا لجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم. نحن الآن في لجنة خدمات الوحدات والتي تمثل كل أهالي مخيم الوحدات الغاضبين لما حدث في الكرك، ولكننا قبل أن نأتي لنقدم التعازي هنا نأتي لنقدم التهاني للوطن بكوكبة الشهداء الذين ذاذوا عن حماه والذين افتدوه بأرواحهم. وإن كنا لا نستغرب أبدا بسالة قواتنا المسلحة والأمن العام لأنهم ورثي جيش الثورة العربية الكبرى، إلا أن ما يستوقفنا هي هبة النشامة وفزعة الأهالي، كانوا أمام الأمن وخلف الأمن، وهذا ما نريده دائما في أردن الرباط، أن نكون كلنا شركاء في الأمن المجتمعي. في هذا اليوم وفي هذا العزاء الذي يقام إلى شهداء الوطن، نقف اليوم لنؤكد الولاء والانتماء باسم جماهير الوطن. الله الوطن الملك، وها نحن اليوم نثبت بعد هذه المصائب والشدائد التي تحل بالوطن بأننا كلنا جنود في هذا الوطن وكلنا حماة لتراب هذا الوطن.